المحكمة الاتحادية تؤجل جلسة البرلمان، ومراقبون يذهبون إلى قراءات عدة منها ما وصفت بإحدى صور التهدئة. في زيارة مرتقبة، بارزاني في بغداد خلال اليومين المقبلين لطرح مبادرة تنهي الأزمة السياسية. حياكم الله مشاهدينا، وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. وخلال هذه المدة شهدت الساحة السياسية دعوات للتهدئة وعدم التوجه للتحريض أو التصعيد للحفاظ على قدر الممكن على سير الأمور على طبيعتها. بالمقابل هناك انتظار لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص البت بالدعوة المقدمة لحل البرلمان وانتخابات جديدة. لكن العجيب بالأمر أن المحكمة للمرة الثانية تؤجل الجلسة من دون أسباب، ومن هنا بدأت قراءات المراقبين بتحليل أسباب التأجيل، وما زالت الأنظار تترقب أمر المحكمة الاتحادية وما هو القرار. في ملفنا الثاني مشاهدينا لحصاد الليلة، ومع المتغيرات السياسية الأخيرة التي رافقت إنهاء تظاهرات أو مظاهر الاعتصامات، أصبحت الأجواء مآتية لانطلاق مبادرات الحل وتفكيك الأزمة المستعصية منذ عدة أشهر. أولى هذه المبادرات الخروج من جبال كردستان على أمل أن تطلق ساعة صفرها خلال اليومين المقبلين في بغداد، وتستهدف عقد طاولة حوار وطني جامع وشامل لكل الأطراف سواء منها المتفقة أو المتناظرة في الآراء. فما مدى إمكانية أن تجد أرضية للتطبيق، ومدى نجاحها في رسم خطوط المرحلة الحالية؟ إذن مشاهدينا، هذه الملفات لحصادنا لهذه الليلة، ونناقشها تباعا مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، تأجيل المحكمة الاتحادية لجلسة حل البرلمان خضعت إلى قراءات عدة من قبل المتابعين وأصحاب الاختصاص، منهم من يفسر التأجيل بأنه يصب في مصلحة البلد وطريق للتهدئة، ومنهم يرى ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وإنهاء ملف جلسة الدعاوى لحل البرلمان. وبالتالي ما زالت الأنظار شاخصة رغم التأجيلين التي مرت بهن الجلسة المقررة. دعونا نتابع تقرير نهى الشمري. مرة أخرى ترجئ المحكمة الاتحادية جلسة النظر بالدعاوى المقدمة بشأن حل البرلمان، فبعدما كان الموعد المقرر يوم 30 من شهر آب الماضي، تخلل الموعد تأجيلان للجلسة المرتقبة، وآخرها كان يوم أمس حيث أجلت إلى الأربعاء المقبل. جلسة البرلمان تعرضت إلى عدة قراءات وآراء متفاوتة، بالوقت الذي لا تخلو من الخطوات الدستورية التي يجب أن تمضي عليها المحكمة. فمن ضمن تلك الخطوات يرى المتخصصون بالقانون أن المحكمة الاتحادية ليس من واجباتها حل البرلمان، لكن هناك بعض التوصيات التي من الممكن أن تطرحها المحكمة بهذا الخصوص. أما المتابعون فيذهب بعضهم إلى قراءة إيجابية، يرى أن التأجيل من صالح البلد، وهي إحدى أوجه المساهمة بالتهدئة التي يدعو لها الفرقاء السياسيون، خصوصا وأن الشعب عاش في المدة القليلة الماضية أياما من التصعيد وشهد الكثير من النزاعات، فجاء التأجيل من ضمن دائرة الدعوات المهدئة للوضع الراهن بحسب قراءتهم. وبالمقابل يصرح الرأي الآخر بضرورة الإسراع في البت بأمر البرلمان، ليرى الفرقاء السياسيون طريقهم إلى أي واد يسلكون بين تشكيل الحكومة لإنهاء الأزمات وحل حالتها التي أثقلت كاهل المواطن، ومن ضمنها إقرار الموازنة أم حل البرلمان وما بعده من إجراءات وفق الدستور العراقي، وهذا من شأن أصحاب الاختصاص في القانون. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وبداية نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، الباحث الأكاديمي الدكتور طالب محمد كريم. أهلا بك يا دكتور طالب، ضيفا كريما. وأيضا الترحيب بأستاذة القانون الدستوري الدكتور راقية الخزعلي، تنضم لنا بصوت وصورة من بغداد. أهلا بكم يا دكتورة. أبدأ معك دكتور طالب، ما هي قراءتكم لأسباب تأجيل المحكمة الاتحادية للبت بقرار الدعوة المقدمة أمامها لحل البرلمان؟ شكرا جزيلا لك سيدي الكريم، تحياتي لك ولمشاهديكم ولضيفتك الكريمة. يعني ابتداء أولا أعتقد أنه يعني وظائف المحكمة العليا يعني السلطة التشريعية مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي المحكمة الاتحادية العليا وظيفتها واضحة بالدستور العراقي، يعني أي مواطن عراقي يستطيع أن يفتح الكراس ويطلع على المادة 93، ومن ثم 8 وظائف. الوظيفة الأولى طبعا أولا يعني 93 على أولا هي مراقبة عملها تنحصر طبعا بمراقبة القوانين ومطابقتها مع مبادئ الدستور. والنقطة الثانية اللي هي طبعا ربما هي صلب الموضوع تفسير نصوص الدستور، وبالتالي بما أنه المشكلة هي يعني رفعت بتحديد مادة 64 أيضا مادة 64 هي واضحة جدا اللي تختص بحل مجلس النواب على أولا ثلث أعضاء مجلس النواب يقدمون طلب لحل المجلس، وبالتالي الأغلبية المطلقة أو ثلثين بحسب الدستور ثلثين، وبالتالي يحل مجلس النواب. بالتالي أعتقد أنه أصبح توضيح الواضحات يعني ما ممكن تطبيقها بها. طيب إذا كانت هذه الفقرات القانونية واضحة للقاصي والداني، ليش التيار الصدري مصر على حل البرلمان من قبل القضاء؟ يعني أنا أعتقد أولا يريد أن يعطي رسالة على أنه كل مؤسسات الدولة ربما هي بسبب يعني العلاقة التنظيمية بسبب الدستور نفسه، باعتبار الدستور كل يوم كل العراقيين متفقين على ملاحظات كثيرة، وهذه الملاحظات يعني لا أقولها بصيغة إخفاقات، بتعبير آخر أنه ما عاد الدستور يتفاعل مع المتغيرات التي تطرأ على الواقع السياسي العراقي. وبما أن الدستور العراقي مصنف ضمن دستور الصلب، ما صار أي تعديل ماكو على الدستور العراقي. بالمناسبة من 2005 بعد ما صوت يفترض أنه يقدمون طبعا لجنة خاصة إعدادات التعديلات الدستورية، وبالتالي حتى هذا ربما عملوا على أوراق لكن ما يدخل إلى مسار حقيقي ودخل إلى مجلس النواب. حتى أجي على جواب طيب. على سؤالك أي مقدمات نطيع، فبما أنه الدستور عاجز، بما أنه هاي رسالة التيار اذهبوا إلى مجلس القضاء، مجلس قضاء صرت طبعا هي قضاء مستقل، وبالتالي هو لا يعطي قرارات بقدر ما يعطي تفسيرات لنصوص الدستورية، إذا ولذلك إذا ما هناك قرارات هي مخالفة يردها. طيب فشو يريد يقول التيار؟ يريد يقول يعني بمعنى انه منظومه الدوله العراقيه في وقتنا هذا على الاقل اتكلم في وقتنا هذا اصبح يحتاج الى اصلاح، بدليل الدستور ما ممكن انه الان يعطيكم اجابه، وهذه طبعا صحيحه عمليا صحيحه. طيب. لذلك كل الكتل السياسيه تدعو الى اجراء تعديل دستوري، طبعا هذا من اقول تدعو مو بمعنى أن الموافقة هكذا بطريقة سهلة، وإنما لا أكو تحفظات، يعني الطرف الكردي ما ممكن أنه يقبل هناك تعديلات حتى دستورية. لو كان هناك تعديل مو بحاجة إلى إجراءات قانونية، بحاجة إلى وجود برلمان وحكومة وكامل المؤسسة والمنظومة السياسية. أول شيء أولا لا يفترض أنه البرلمان اللي قدم طلب، وبعد هاي المقدمات يعني اقول لو تنزلنا جدلا مشت بطريقه طبيعيه، بعد حصول موافقه مجلس النواب على هذه التعديلات يخرج الاستفتاء شعبي عام، وهنا طبعا مشكله كبيره، لانه اذا ما محافظتين او اكثر اعترضت بالاستفتاء العام بيرد كل هذه المقدمات ولا طيب. يمضي. اذا هذا ماذا يعطي؟ يعطي انطباع او يعضد كلامنا على انه دستور صعب ما ممكن يجرى عليه اي تعديل. لذلك انا اعتقد اليوم المحكمه الاتحاديه انه في تاجيلاتها هي طبعا تفهم ما يجري في الواقع العراقي، ومن شده ومن احتدام سياسي وربما تشنجات كبيره، ولاحظنا ربما تداعياتها قبل يومين وقالله شرها، وبالتالي تريد ان تهدئ الاطراف الى قدر ما في سبيل انه حتى اللاعب السياسي. إذن التاجيل هو بهدف اعطاء مهله للتهدئه؟ اعتقد ربما قد ياتي
مع يعني هذا الهدوء او قد تعطي بعض الارشادات، وهي طبعا تختلف عن انه تفسيرات، مو تفسيرات، التفسير واضح، لكن ربما قد تعطي بعض الافكار التي ممكن ان تستفيد من السياسي خصوصا في حالتنا المشخصه اليوم. اهلا بك دكتور راقي مره اخرى. وبدايه، المحكمه الاتحاديه عندها صلاحيات فعلا لحل البرلمان، او يمكن ان تعطي توصيات بحل البرلمان باعتبار هناك تجاوز على توقيتات دستوريه وغيرها. القضاء سابقا قال كلمته بانها لا تملك المحكمه الاتحاديه صلاحيه لحل البرلمان، لكن هناك دعوه اليوم مقدمه واجلت الى يوم الاربعاء. اكو صلاحيه ممكن نتوقع يوم الاربعاء حل البرلمان او قرار بعدم حله؟ بداية تحية طيبة لقناتكم الكريمة ولمشاهديكم الكرام ولضيفكم الكريم. حقيقة فيما يتعلق بسؤالك، نص المادة 64 من الدستور العراقي لسنة 2005 أوضح الطرق اللي يمكن بها أن يصار إلى حل مجلس النواب العراقي. طيب. وهم طريقتين لا ثالث لهما، أن يكون ذلك أما بطلب يقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب العراقي، والموافقة عليه تتم من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب العراقي، أو يكون ذلك بطلب يقدم من رئيس حكومة رئيس الوزراء ويوافق عليه رئيس الجمهورية. دعني أقول لك شيء، بعض القانونيين للأسف يعني يؤيد فكرة تقديم دعاوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، وذلك للضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدارها قرار بحل مجلس النواب العراقي رغم عدم صلاحيتها. لو أبسط الأمر بعض الشيء، يعني محكمة، أي محكمة حينما تصدر قرارها يجب أن تسبب قرارها، يعني بمعنى يجب أن يستند قرارها إلى النص القانوني الذي استندت عليه. إذا لم يستند النص، إذا قرارها صدر دون الاستناد إلى نص قانوني معين، سوف يتعرض القاضي الذي أصدر الحكم إلى عقوبتين، عقوبة تأديبية وعقوبة أخرى جزائية تتمثل بالغرامة والحبس، نص عليها قانون العقوبات العراقي سنة 1969. يعني بمعنى الكثير من القانونيين الحقيقة الذين يحاولون أن يضغطوا على المحكمة الاتحادية العليا بالاستناد إلى بعض النصوص القانونية، حقيقة يثير الاستغراب هذا المنطق. يقول أنه ممكن للمحكمة الاتحادية أن تحل مجلس النواب العراقي استناد للمادة 50، المادة 70، المادة 72 من الدستور. شنو تفاصيل هاي المواد؟ المادة 50 هي تتعلق بالقسم الذي يجب على عضو مجلس النواب العراقي أن يؤديه أمام مجلس النواب العراقي، وهذه المسألة بعيدة كل البعد عن الحل. المادة 70 تتعلق بآلية اختيار رئيس الجمهورية المتمثلة بالثلثين. المادة 72 تتعلق بأنه ما هي المدة الخاصة بالحكومة وكذلك مجلس النواب العراقي، وهي التي تتمثل بأربع سنوات. يعني لا نص المادة 50 ولا نص المادة 70 ولا نص المادة، دعني أكمل لو سمحت، ولا نص المادة 72 يسمح للمحكمة الاتحادية العليا أن تصدر قرارها بحل مجلس النواب العراقي. يعني بمعنى هنالك تضليل، هناك ضغط على القضاء غير مشروع. هذا يراد منا إصدار حكم بحل مجلس النواب العراقي دون طيب أن تمتلك. ليش القضاء قبل بهذه الدعوة من أصلها؟ دعني طبعا، المسألة أنه قبول الدعوة أو عدم قبولها، كل محاكم العراق حينما يقدم إلها طلب، أنا لما أريد أروح لأي محكمة من المحاكم يعجبني أشتكي عليك أو أشتكي على أي سين من الناس، بداية المحكمة تأخذ بالطلب مالتي وتحدد له موعد للجلسة، ولكن الحكم بهذا الطلب أو رده من الناحية الموضوعية أو الشكلية هذا غير مضمون، يجب أن يستند إلى نص قانوني معين تستند إلى المحكمة حتى تستجيب إلى طلبي أو عدم الاستجابة إلى طلبي. طيب. إذا بمعنى تقديم الطلبات والدعاوى أمام المحكمة الاتحادية العليا لا يعني بالضرورة أن المحكمة تمتلك هذه الصلاحية. يعني دعني أكمل لو سمحت، المحكمة الاتحادية العليا أمام ضغط نفسي غير طبيعي، يريدون بكل الطرق الضغط عليها من أجل إصدار حكم قضائي. طيب اسمحي لي دكتورة، يعني في هذه النقطة تحديدا، القضاء كما ذكرتي وكما هو معروف يستند على قوانين وأنظمة يستند عليها بإصدار أحكامه، ليش توارد حديث وتكرر أكثر من مرة ما بعد الانتخابات اللي كان عليها شبهات كثيرة، جرى حديث بأن القضاء
ممكن أن يكون يتخلى الحكم جنبة سياسية باعتبار إذا كان الواقع السياسي غير مستقر بالبلد؟ الجنبة السياسية تتمثل بأنه الدستور هو ذو صبغة سياسية، لأنه يبين طريقة الحكم بالعراق، يبين السلطات اللي يتمتع بها السلطات الثلاث الرئيسية في الدولة، اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وينظم عمل السلطة القضائية المتمثلة بالمحكمة الاتحادية العليا. فهو بالأصل يستند إلى جنبة سياسية. هذه الصفة السياسية صبغت على المحكمة الاتحادية العليا هذه الصفة، ولكن لا يعني ذلك أن حكمها بعيد كل البعد عن التقيد بأحكام الدستور وكذلك بالتعليمات والأنظمة الصادرة بموجب هذا الدستور. هذا لا يمكن. يعني بمعنى دعوا القضاء لشأنه، يعني لا تضغطون عليه. ترى حتى الحكم لما يصدر بناء على هذا الضغط وعلى هذه الدعاوى وعلى محاصرة المبنى القضاء، راح يصدر الحكم تحت ضغط الإكراه، وبالتالي سوف يصدر هذا الحكم مشوه، وممكن أن يصار إلى يعني الطعن به من قبل القضاة أنفسهم، لأن هم مدى يتمتعون بالأريحية اللازمة ليتمكنوا من إصدار حكمهم. وهذا سبب يعزى إلى التأجيلات الحاصلة في القضاء العراقي. ما يصير القضاء تحت ضغط الإكراه وتحت ضغط الإكراه الأدبي وكذلك المعنوي. طيب. يعني أنا بمعنى أقول أنه بالنسبة إلى القانونيين، أنا يعني كلامي وعتبي على القانونيين اللي خرجناهم من جامعاتنا. يا قانونيين، ليش تضللون العامة؟ ليش تضللون الناس بأحكام قضائية مزيفة؟ أنتم من 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 أحنتم باليمين، أنتم من حنتم باليمين اللي حينما خرجتكم جامعاتكم من القانون وأديتوا اليمن والقسم، هسه من اللي يضلل العدالة؟ طيب القضاة المحكمة الاتحادية العليا ولا أنتم؟ والله أنتم يعني عيب. طيب. معيب هذا الأمر. دعيني أعود إلى دكتور طالب. في هذه الحالة إذا كان هناك فعلا يتخلل جنبة سياسية عمل القضاء بهدف مثلا حال أزمة سياسية أو تجنب فوضى قد تسود البلد، نتوقع ممكن أن القضاء يوم الأربعاء يصدر قرار بحل البرلمان وبالتالي تحل هذه الأزمة، لو ممكن يزداد الوضع السياسي تأزما أكثر؟ لا أبدا. أنا أعتقد ربما من يعول على أنه ربما سيصدر شيئا مغاير الموضوع هو واهم، لأن نقلت يعني قضايا واضحة جدا، وبالتالي أعتقد أن القضاء هو يمارس عامل تهدئة، هو جزء من مجتمع عراقي، جزء من دولة، وليس بعيد ويعيش مع الناس. وأعتقد حتى التهدئة بالموضوع أنه، لذلك أنا أقول تخمين، يعني قراءة سياسية ليست قراءة قانونية، أقول ربما قد يكون يعني شيء يضاف إلى هذا الموضوع بطريقة إرشادية لا أكثر ولا أقل، وإنما ليس من سلطتي أن يحل مجلس النواب، وبالتالي هو الدستور العراقي وضح هذه الأمور. وأعتقد أنه الكلام في هذا الموضوع قد نحمل الأشياء ما لم تحتمل. طيب يوم الأربعاء يعني بمعنى الجلسة والقرار المنتظر، عذر المقاطعة دكتور، يعني ممكن أن ترد هذه الدعوة، وممكن أن يصدر القرار أو القضاء قرار بعدم حل البرلمان؟ الدكتورة وضحت قالت أنه هي تتقبل كل طلب يقدم. نعم. تروح للمحكمة تقدم أي طلب، طبعا تستقبله من عندك. لكنه يوم الأربعاء لازم يصدر لكن قرار. لكن الاستقبال نعم طبعا، وربما قد يؤجل، يعني هاي مو أكو احتمال يؤجل. وإذا ما أجل، إذا أصدر قرار بعدم حل البرلمان، ما راح تكون أزمة من هي جانب آخر؟ إحنا في الأزمة، نحن في الأزمة. وربما أعتقد قبل أيام كنا أقوى من هذه الأزمة. نعم. اليوم نحن في هدوء نسبي معين، وأعتقد الأمور يعني متوجهة إلى الهدوء من خلال الفاعل السياسي العراقي اليوم، فاعل يبحث عن مبتكرات جديدة سياسية، يعني ما عاد أنه يبحث على أمور تقليدية كلاسيكية، ما عادت المحاور هي القديمة نفسها اللي يحاول أن يطرحها، لابد أن يطرح شيء جديد. الموضوع ده يتسع بالمناسبة. يتسع كيف يعني؟ يعني ما أصبح اليوم أنه الجمهور الذي يترقب وينتظر هو جماهير محددة بالتيار الصدري أو محددة بالإطار، وإنما الشعب اليوم كله ينتظر. السياسي العراقي ماذا، كيف سيواجه هذا التحدي؟ وهل التحدي اللي راح ينطرح أنه هو يكون متوازن مع طبيعتنا، مع حالتنا؟ 10 أشهر واليوم الدولة معطلة، مؤسساتنا معطلة، موازنة معطلة، كل الأمور، كل الوعودات التي طرحت قبل هذه الفترة هي لم تنفذ منها شيء واحد.
وبالتالي هذا ماذا يعني؟ يعني بمعنى أنه هل هذه الجماهير 60% هي بعد 60% اللي قلنا على طاولتك ايش قد ناقشنا في أيام الانتخابات؟ لما صدرت أرقام رسمية أنه نسبة رسمياً بأفضل الأحوال 44 شارك بعملية الانتخابات. طيب. والأرقام اللي خرجت ورقة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير حكومية لكنه معترف بها ومعروف طيب. شأنها قالت أقل من هذا الرقم. إذن خلي أوصل الفكرة. وأيضاً اتجهنا إلى القضاء، لكن يعني كل أزمة نروح للقضاء، حتى يعني مطالبات من القضاء بتجاوز البنود الدستورية واللوائح القانونية من أجل الجنبة السياسية أو مراعاتها وحل أزمة. تعتقد القضاء أخيرا راح يقدر ينأب نفسه عن الانجرار إلى خلاف سياسي؟ لا لا أبدا. خلي أقول في قضية معينة هو يتوجه للقضاء، هذا شيء جيد. لا. شفنا احنا فيها من الانتخابات الإطار عندما اعترض على نتائج الانتخابات واعتصاماته، نعم بعد ما صادق على راح ورجع وانتهى هو آمن طيب. استسلموا لقرار القضاء واحترموا انتهى الموضوع. لا شيء جيد هذا عندما تذهب لأنه أيضا هي سلطة من أو مؤسسة سلطوية، هي مؤسسات الدولة، بالتالي وظيفتها هي أن تفهم سواء نخبة مجتمع مؤسسات أخرى توضح لهم الأمور. لكنه أنا عندما أتوجه إلى القضاء وأتمسك بالقضاء في قضية واضحة جدا، هذا يعني فشل سياسي في المكان السياسي، يعني ما عاد أنه الحل سياسيا. لو كان أكو حل سياسيا ما توجه للقضاء، يعني هي ربي الكرة في مكان آخر لعل قد أجد شيئا معينا، لعل قد يخدمني هذا الوقت في ظهور عنصر جديد يساعد يعضد يغير موازين القوى اللي موجودة الآن. لكن أن أعول إلى النهاية لا أعتقد ذلك صحيحا. ولذلك أعتقد أنه عندما نقول المشكلة السياسية يجب أن تحل سياسيا، ما يمكن أنه تطلع أنت خارج السياسة. من وجهنا إحنا إلى الشارع، شفنا صار بالشارع، ننسحب إلى إحنا فواعل سياسيين شاركوا بالعملية السياسية وشاركوا في تأسيس الدولة العراقية، وكلهم طبعا يؤمنون بالدستور والقوانين التي شرعت، يفترض أنه نحتكم إلى الدستور العراقي، هو الذي يكون الحاكم الفاسد في كل خلافاتنا السياسية. خلافاتنا اليوم مو خلافات عائلية أو شخصية أو بيوتات، خلافات دولة. بالتالي عندما أختلف معك لمصلحة الدولة يفترض أنه ألتجئ إلى أدوات الدولة. طيب دكتور راقية، تتوقعين شنو راح يكون قرار محكمة الاتحادية يوم الأربعاء؟ تأجيل وحل برلمان أو رد هذه الدعوة، وبالتالي كل الأطراف السياسية المختلفة حاليا سوف تحترم قرار القضاء؟ من منطلق أكاديمي قانوني أن المحكمة الاتحادية العليا لا تستطيع حل مجلس النواب العراقي لأنها لا تستند إلى نص قانوني، فبالتالي أنا أرجح أن يصار إلى رد الدعوة. الغريب دعني أقول لك شيء، الغريب أنه كنا حينما يصار إلى عقد مجلس النواب العراقي كان لأكثر من مرة تصدر محاولات لمنع عقد جلسة مجلس النواب العراقي والمضي بتشكيل الحكومة. لا. وبذات الوقت تأخذ تلك ذريعة بالاستناد إلى نص المادة 70 و72 على أساس أنه مجلس النواب العراقي قد عطل أعماله وفشل في تشكيل الحكومة وبالتالي يصار إلى حله. يعني بمعنى أساليب تستخدم لتعطيل مجلس النواب العراقي، وبنفس الوقت هي ذاتها يعتبرها البعض ذريعة لحل مجلس النواب العراقي. أنا من هنا طبعا أدعو الحقيقة رؤساء الأحزاب والكتل السياسية للمضي بتشكيل الحكومة، إنهاء هذه المسألة حقيقة، يسمح لك الدستور ويسمح لك القوانين والتعليمات والأنظمة بأن تعقد مجلس النواب العراقي بأي محافظة آمنة ويتم المضي بتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء. ماذا تنتظر الأحزاب والكتل السياسية؟ يعني يمكن دكتورة الإطار حاليا وبقية القوى السياسية الأخرى ترغب بالتمسك بالبنود والقوانين والدستور وتحاول عقد جلسة وتشكيل حكومة بعد تصويت طبعا على رئيس الجمهورية، لكن الواقع السياسي حاليا اكو مخاطرك وفوضى كانت قبل ايام، ما راح تعرقل هكذا مساعي؟ ما هي هذه الفوضى وهذه الضغوط اللي ممكن ان يمارسها الشارع العراقي، البعض منا طبعا مو كله، اللي تحت ضغط على المحكمه الاتحاديه بانه مجلس النواب العراقي بدا ينعقد وهم بنفس الوقت هم اللي يمنعون انعقاده. هذه فرصه
انه يجب ان يتنبه لها رؤساء الاحزاب والكتل السياسيه، انه حتى للحقيقه لسد هذه الثغره ينبغي ان يصار الى تحديد موعد لجلسه مجلس النواب العراقي، والقانون يسمح لك، الدستور يسمح لك، 50 عضو من اعضاء مجلس النواب العراقي لو وقعوا على عقد جلسه تنعقد الجلسه، وباي محافظه امنه يختاروها من محافظات العراق دون الاعلان والتصريح، ويمضي بتشكيل الحكومه وكذلك يمضي، وبالتالي تنتهي الحكومه المؤقته. هذه حكومة تصريف طيب. الأعمال يجب أن تنتهي بشكل أو بآخر، وتفعيل دور القضاء، كل ما يحاول يهدد الأمن والسلم الداخلي، كل ما يحاول أنه يعتدي على مؤسساتنا، كل ما يحاول يوقف عمل القضاء والتهديد بعمله ومحاصرته، كل هذه الأساليب الغير مشروعة. إحنا دولة قانون. أنا حقيقة أعيدها للمرة الأخيرة، أنا لا أتفق ولن أضع يدي مع يد من يحاول العبث بمؤسسات الدولة. هناك فساد، نقضي على الفساد بأساليب قانونية سليمة. طيب. ولا نلجأ إلى هذه الطرق الغير مشروعة التي تؤدي بنا إلى انهيار الدولة ومؤسساتها. نحن طيب. من أجل القضاء أو محاربة الفساد وإجراء إصلاحات في مختلف مفاصل الدولة اللي بيها مشاكل كثيرة، يجب أن تكون هناك حكومة، يجب أن يكون هناك التزام ربما بالقانون، لكن أطراف سياسية اليوم متمسكة بالدستور وبالقانون وبالأساليب الديمقراطية القانونية لحل هذه الأزمة، مقابل أطراف أخرى ترغب بحلول أخرى ربما تذهب إلى القضاء أو غيره، لكن أيهما الأجدر أمام القوى السياسية؟ التمسك بالقانون للذهاب إلى الحوار، وهناك أيضا مقاطعة من بعض الأطراف للحوار. أعتقد أنه الأفضل في مثل هذه الحالة أن يصار إلى التمسك بالدستور والقوانين. لماذا؟ لأنه تعطيل تشكيل الحكومة بات ثغرة يتمسك بها البعض، وذلك من أجل إثارة البلبلة وإثارة الفوضى والضغط على المحكمة الاتحادية العليا. يعني بمعنى أدق أنه ليس هنالك يعني ما يستوجب تعطيل تشكيل الحكومة والمضي بعملية الإصلاح وكذلك المضي بحكومة خدمية والقضاء على الفساد. يعني الخطوة الأولى يجب أن تنهض من الآن. كل هذا التأخير مو بصالح الشارع العراقي ولا بصالح الأحزاب ولا الكتل السياسية. احنا كقانونيين أملنا وهدفنا دائما بناء وطننا والنهوض به، مو بالعكس نريد نهدمه ونهدم مؤسساته ونرجع به لكل المؤسسات يقضى عليه وبالتالي تصير عملية فوضى ومن يحتل المكان في الحكم. نحن لا نريد هذا المشهد المأساوي. احنا نريد نبني دولة. شلون نبني دولة؟ نكمل تشكيل الحكومة وبالتالي نطرح المنهج الحكومي اللي يجب ان يطرح، وهنالك لو اراد وانا اعلنها عبر قناتكم، لو اراد رئيس الوزراء المقبل انه يخلص او يشتد الفساد من كل مؤسسات ووزارات الدولة، أنا والفريق القانوني معي مستعدين نقدم له خطة يقوم على أساسها لتنقية كل الوزارات والمؤسسات من عملية الفساد وتنقيتها من الفاسدين. يعني بمعنى احنا عندنا الوسائل، عندنا الأسس القانونية، عندنا الأسس الدستورية اللي تمكننا من القضاء على الفساد. ليش نجي للفوضى؟ ليش نجي للشارع؟ ليش نأتي إلى عملية حصار ومحاصرة لمجلس القضاء الأعلى؟ ليش هذه الطرق طالما أن القانون ده يسمح لنا بطرق أخرى أسهل وأيسر للقضاء على الفساد؟ يعني الحكمة تقول إذا نجوء للقانون. وضحت الفكرة دكتور. شكرا لك دكتور راقية الخزعلي أستاذة القانون الدستوري، كنت معنا ضيفة كريمة بالصوت والصورة من بغداد. شكرا لك دكتور طالب، أرجو أن تبقى معنا. ومشاهدينا الكرام، ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما في زيارة مرتقبة. بارزاني في بغداد خلال اليومين المقبلين لطرح مبادرة تنهي الأزمة السياسية.
إذن مشاهدينا، وعلى واقع الأحداث الأخيرة، يرى متتبعون المشهد السياسي أن هناك انفراج قريب في المشهد الذي تعقد طيلة المدة الماضية، وعادت عجلة مبادرات الحل للدوران ولتأخذ حيزها في مساحة الفضاء الوطني، آخرها ما يجري الحديث عنه حاليا عن عزم قادة الديمقراطي الكردستاني من طرح مبادرة جديدة في بغداد. المزيد مع الزميل علي حبيب. زيارة مرتقبة لرئيس حكومة إقليم كردستان نجربان بارزاني إلى بغداد خلال الساعات المقبلة، حاملا معه مبادرة لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني. ورغم أن الزيارة غير واضحة المعالم والاتجاه لغاية الآن، إلا أن المؤكد فيها أن اجتماعا موسعا سيجريه الأول مع رؤساء الكتل السياسية، وقد تحمل هذه الزيارة في طياتها خارطة طريق لحل الأزمة وإنهاء التصعيد المتواصل بما يعجل في إنهاء الانغلاق السياسي والبدء بخطوات المرحلة المقبلة. بدأت تكثيف اللقاءات حول التفاهمات وإيجاد السبل الصحيحة لتشكيل الحكومة في هذه الفترة العصيبة حقيقة. فهذه اللقاءات طبعا هي لشرح وجهات النظر وتبادل وجهات النظر. في حين يستمر رئيس حزب الاتحاد الوطني باف الطلبان في اجتماعاته مع بقية الكتل السياسية في بغداد بغية تجميع النقاط المشتركة والانطلاق بها نحو تسمية ما تبقى من الرئاسات، وهذا لا يتم إلا بالتزام التهدئة والجلوس إلى طاولة واحدة تضم مختلف القوى القابضة على المشهد لحسم مستقبل العملية السياسية والخروج من المأزق السياسي الذي يفتح الباب واسعا أمام أخطار وتحديات جمة تحدق بالعراق إذا ما استمر الحال كما هو عليه الآن. ونحن كائتلاف نصر حقيقة ندعم هذا الترشيح وندعم الخطوات القادمة وندعم معادلة الحكم التي تستوعب الجميع وتخرج العراق من الانسداد السياسي من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية القادمة بإذن الله. وفي الوقت الذي يسعى فيه الحزبان الكرديان لتقريب وجهات النظر بين المنتظمات السياسية الشيعية ورأب الصدع الذي خلفته الأحداث السابقة، لم تتمكن هي الأخرى من التوصل لمرشح رئاسي واحد يشغل قصر السلام، وهذا ما كان بداية التأزم والتعقيد للاستحقاقات الدستورية التي تأخرت عن موعدها كثيرا. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وفي ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم في الاستوديو الباحث الأكاديمي الدكتور طالب محمد كريم. أهلا بك يا دكتور، وأيضا الترحيب بالمحلل السياسي الدكتور محمد الفندي ينضم لنا بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم دكتور محمد. مرحبا أستاذ بشار. أبدأ معك يا دكتور طالب مرة أخرى، حديث عن تمسك بعض الأطراف باللوائح الدستورية والقانونية من أجل حل هذه الأزمة، لكن أيضا هناك رغبة بالحوار مع الأطراف الأخرى خصوصا مع التيار الصدري. تعتقد أيهما الأقرب لحل هذه الأزمة، التمسك بالدستور لو الحوار لو ربما السياقين في ذات الوقت؟ لا بالتأكيد، وأولا التيار الصدري لم يرفض الحوار لأنه حوار، لا بل هو رفض الحوار لأن يعتقد أن الآليات والوسائل التي يمكن أن تكون مادة لكي تحاور مع فعال سياسية أخرى هي تقليدية كلاسيكية، وبالتالي ما الجديد الذي يمكن أن يطرأ على نتائج ينتظرها جماهيرهم أو ينتظر الشارع العراقي بشكل خاص؟ ولذلك أعتقد أنه حتى الكتل السياسية الأخرى وتحديدا بالإطار السياسي لم يعطي حقيقة رسائل عملية حقيقية يمكن أن ترضي تيار الصدري أن تكون مادة للحوار. يعني عندما نقول هناك ملاحظات على الدستور العراقي يجب أن تعدل، يفترض أن تقدم ورقة وتوقيتات لهذا الموضوع. عندما أقول مكافحة الفساد أو القضاء على المحاصصة، يفترض أن تكون هناك تنازلات عن مناصب اللي موجودة طبعا بالحكومة، هي عندك هاي أس المشكلة. طيب، هذا عادة يجري بين الأطراف السياسية من بداية العملية السياسية الجديدة حتى اليوم، لكن ممكن للحوار ومن أجل حل هذه الأزمة اللي بها مخاطر وصلت إلى الدماء، ممكن أن يكون الحوار والحل على حساب الدستور؟ لا، هو ليس لنا خيار إلا الحوار، بما أننا نحن نظام ديمقراطي سياسي، فلذلك واحدة هي من فواعلنا وجوهر حياتنا ونظامنا الاجتماعي هو الحوار. لا.
خلافات تحل من خلال الحوار، قد تطول لكن بالنهاية ستنتهي عن طريق الحوار. لكن عندما جنابك تقول أنه هذه تطرح دائما، صحيح، لكنه أيضا أرجع إلى 2016 عندما تم ربما حكومة السيد حيدر العبادي عندما غيرها وجاءوا بشخصياتها بالأساس باعتبار أنه هي كفاءات، لكنها بحقيقة الأمر كانوا غير مستقلين، يعني حتى الكتل السياسية نفسها جابت الشخصيات التي هي كانت تريد وترغب بها. احنا نريد الى عمل حقيقي اليوم حتى نشعر الشارع، والشارع شلون يشعر؟ مو فقط من خلال الإعلام كلامك كلامي، وإنما يريد أشياء ملموسة شاخصة. يعني عندما توفر له الطاقة الكهربائية يعني معناتها قضينا على فساد مالي وإداري. عندما نشوف شارع منظم قضينا على فساد إداري. عندما يذهب إلى مؤسسات الدولة وما يبقى يباد بمؤسسات على مود يقدم، لأن نشوف هسه الآن من خلال الشاشات الإعلامية تروح لك أنت طال خدمات للمواطن نشوفه ينام ربما ساعات يتأخر في هذا ماذا يعني؟ يعطي انطباع سيء يترك عند المواطن. وأعتقد إحنا عندنا ملفات كثيرة جدا، يعني بمعنى نسبة الفقر عندنا 25% 2021، هذا طبعا وزارة التخطيط تتكلم مع روبرتاج ورتوش، 25 قد عندك كم طفل مشرد؟ 500,000 طفل. أي مشاكل اللي يعاني منها البلد كثيرة جدا. أنا وين أريد أودي؟ أريد أقول عندنا تحديات كبيرة. يفترض اليوم عندنا إحنا الماكينة تعمل على حل هذه الملفات. 10 أشهر ضاعت، مع أنه عندنا إحنا ميزانية جيدة اليوم خلال ارتفاع من ارتفاع سعر برميل النفط. طيب، إذا يفترض عناصر القوة أن تستثمر وتستخدم في سبيل حل هذه المشاكل. أولا وأخيرا الحوار هو الحل الأخير، لكن أهلا بك دكتور محمد مرة أخرى. بالنسبة للحوار وخصوصا اليوم يعني حديث عن الساعات القادمة، يمكن تكون هناك مبادرة من بارزاني، لكن برأيك مبادرة بارزاني ستختلف عن المبادرات التي سبقتها؟ نعم، تحية لك أستاذ بشار وللأخ الضيف ولجمهور هذه الفضائية. يعني حقيقة أنا أعتقد اليوم نحن ليس يعني في إطار تحليل أو توقع ماذا ستنص هذه المبادرة. اليوم الشارع لا يحتاج إلى مبادرات بقدر ما يحتاج إلى مد جسور الثقة ما بين الأطراف السياسية، إذا كان هنالك نوايا حقيقية للمحافظة على العملية السياسية برمتها. اليوم احنا مجانبة للصواب عندما يتم الحديث عن قضايا دستورية قضايا قانونية. انا واقعا اتكلم بشكل واقعي. نعم. الان المنظومة السياسية برمتها، يعني النظم السياسية بمختلف توجهاتها ذات الاطار التشريعي والتنفيذي، كلها تعمل خارج اطار احكام الدستور. بالتالي عندما تكون انت خارج احكام الدستور لا يعتد لا بكلامك ولا بمخرجاتك، بالتالي هذا ينعكس على كافة المبادرات. أنا أعتقد القصة هي قصة انعدام الثقة. نعم. وهنالك جرح أصبح لدى بعض القوى السياسية التي تعتقد أن حقوقها قد أهدرت، وأن أصواتها قد مزقت، وأن نواياها قد بعثرت، وأن الجماهير التي هي تمثلهم يعني هنالك خلل في هذه العلاقة بسبب تعنت بعض الأطراف السياسية. هذا ما تعتقده، ولكن حقيقة الأمر الأطراف الآن اللي تمتلك زمام الأمور والمبادرة الحقيقية هي فاقدة للثقة، بالتالي كل ما تطرحه هو يصطدم بحائط انعدام الثقة. بالتالي طيب، أعتقد السيد برزاني عندما يطرح مبادرة هي لا تختلف كثيرا كما ذكرت جنابك عن المبادرات الأخرى إذا ما كانت تتكئ وترتكز طيب على موضوع واحد وهو الضامن. مبادرة برزاني، يعني أنت ذكرت أن نقطة رئيسية لربما فشل أغلب المبادرات هي انعدام الثقة، لكن ماذا عن الجدية؟ مبادرة برزاني هل راح يكون بها مثلا جدية أكثر من غير مبادرات وهو طرف من هذه الأزمة؟ يعني أستاذ بشار، يعني حقيقة أنا لا أريد أن أحبط الجمهور، ولكن أنا أعتقد الآن كل ما يطرح من مبادرات هي فقط تطرح مبادرات ميتة من أرض طرحها. الشارع ما يستقبل بعد مبادرات. القوى قلت لك بعض القوى السياسية الآن أخذت دور الرافض إلى كل مخرجات الواقع ما لم يتم اللجوء أو تحديد مواعيد محددة
لإعلان موضوعة إعادة الانتخابات، لإعادة ترتيب الوضع كما ينسجم ويعني الحالة اللي كانت تسبق هذه الانتخابات. أعتقد اليوم حقيقة فقدان الثقة يلقي بظلالة على كل المعطيات وكل المدخلات والمخرجات. طيب. نعم. نرحب أيضا بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد ديار أقراوي، انضم مباشرة عبر سكايب من السليمانية. أهلا بك سيد ديار. والحديث اليوم عن مبادرة بارزان الأخيرة مرتقبة خلال ساعات في بغداد، لكن عندكم معلومات عن ما هي الأسس التي ستعتمد عليها؟ كيف صممت هذه المبادرة؟ الاتحاد الوطني مشترك بها مع الديمقراطي لولا؟ تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي ومتابعي قناتكم الكريمة. نحن كاتحاد الوطني الكردستاني نحترم كل مبادرة يقدم من أي جهة من الجهات الموجودة حاليا على الساحة السياسية العراقية. ونحن كاتحاد الوطني بادرنا في بالبداية من عن طريق كالسيد رئيس الجمهورية وهو عضو داخل الاتحاد الوطني أيضا وهو رئيس لكل العراق، وكذلك من طرف السيد بافل طلباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني. وحتى لو نتابع الأوضاع فإن حضور السيد بافل طلباني الشبه اليومي في بغداد ومنزل السيد مام جلال طلباني كان دائما مفتوحا وكان خيمة ل جميع الفرقاء السياسيين هناك. هذه المبادرات التي يطرحونها، أنا أتفق مع ضيفك الكريم أن هذه المبادرات يعني كانت موجودة من قبل 10 أشهر وإلى الآن، ولكن يمكن قد ازدادت أكثر عندما انسحب السيد أو التيار الصدري من العملية السياسية، زادت المبادرات أكثر فأكثر، ولكن هذه المبادرات كانت موجودة. الآن نتاج كل المبادرات التي حصلت سواء كانت من الاتحاد الوطني الكردستاني أو من الحزب الديمقراطي أو كانت من الرئاسات الثلاثة أو من رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، كل هذه أو من الأطراف السياسية الأخرى من زيارة السيد العامري إلى كردستان وإلى جميع الأخوة، هذه النتائج لكل المبادرات كانت الاجتماع الحكومي التي حضر بها جميع الأطراف والقوى السياسية وكذلك الرسمية داخل المشهد السياسي العراقي. طيب. في قصر الرئاسي قصر الحكومي، ولم يحضر التيار الصدري الجهة الوحيدة. يعني أنا أعتقد أي مبادرة الآن إما أو يكون طرفا آخر يرفضه مباشرة، فعلى سبيل المثال الآن السيد مقتدى الصدر أعلن انسحابه من العملية السياسية، فبقى الطرف الآخر، والطرف الآخر كلهم اجتمعوا في القصر الحكومي. طيب. وكانوا متفقين على أن يكون الحوار هو الأساس بين جميع الأطراف السياسية. إذن الآن نحن نحتاج إلى أشياء عملية، لدينا دستور ولدينا برلمان، من الأفضل الآن أن يتسرع البرلمان بعقد الجلسة وتشكيل الحكومة، لأن الشعب يطلب من القوى السياسية حكومة تدير له أعمالهم، لأن هناك أمور متعطلة سواء كان على أساس الخدمات أو على أساس الحياة تفاصيل الحياة اليومية. يعني أعتقد كل المبادرات ستكون متكررة بما سبق. الحل طيب. الوحيد واضح واضح سيد ديار، متفق أن يلجؤون إلى نعم. أعود لك بعد قليل، أعود لك مرة أخرى أستاذ محمد الفندي. الأطراف التي تصدر منها مبادرات أستاذ محمد فشلت ربما كلها بالنجاح بمبادراتها، لأن المبادرين أصلا هم أطراف من هذه المشكلة، حتى الأكراد يعني هم يعتبرون جزء من هذه المشكلة، هذه الأزمة لا يوجد حل ما بين الأطراف الكردية. طيب مبادرة برزاني الآن، أكو رغبة ربما من التيار الصدري بعد الأحداث والتطورات والمخاطر لتقبل أي مبادرة؟ عزيزي أنا قلت لحضرتك أستاذ بشار، أنا بغض النظر عن الأطراف التي تقف خلف المبادرات، إذا كان السيد برزاني أو غير السيد برزاني، أنا أتكلم عن قضية واحدة، لا يوجد هنالك ثقة، لا يوجد هنالك ضامن،
لا يوجد من يتحمل مسؤولية تطبيق مخرجات طيب الاتفاق. طيب في هذه الحالة الثقة معدومة ما بين كل الأطراف دكتور محمد، عذرا يعني ضيق الوقت، لكن شنو الحالة؟ الذهاب إلى التمسك بالاستحقاقات أحسن الدستورية؟ أحسن. أنا جاي الجنرال، أولا أنا قلت لحضرتك إحنا اليوم يعني كمتخصصين في هذا المجال، هذا مجانب للصواب التكلم بأحكام الدستور، يعني خلي الإخوان يعني الآن خلي يحيدون التكلم بموضوع أحكام الدستور لأنه إحنا الآن خارج إطار أحكام الدستور. أي واحد. طيب. اثنين تكلمي بجنابك عن قضية الحل. الحل واضح، نحن محتاجين يعني بحاجة ماسة إلى ميثاق وطني، وهذا الميثاق الوطني يكون برعاية المرجعية ويحدد ضمن أطر معينة ومواعيد محددة برعاية المرجعية فقط. الآن بما أنه سقط شهداء وبما أنه الأطراف الأخرى تعتقد أنه خروجها من البرلمان في هذا التوقيت يعني يلتحقون بنواب التيار الصدري راح يخسرهم الكثير، بالتالي كل الأطراف تعتقد أنها راح تخسر إذا صارت الانتخابات مبكرة. فبالتالي وفي ظل انعدام الثقة الضامن الوحيد لأن نذهب باتجاه خطوات واثقة فقط المرجعية اليوم هي التي تمتلك هذه الرؤية. اليوم أيضا الأمم المتحدة أطراف أخرى يعني تعتقد أن الأمم المتحدة طرف غير ضامن. ليش؟ لأن يقول لك من اللي راح يثبت أو من الذي سيطبق أي مخرجات لأي لقاء لأي معاهدة لأي اتفاق. طيب. هنالك العفو أستاذ بشار، هنالك سوابق للأسف، هذه السوابق عززت هذا الطرح. السوابق التي حدثت سابقا لم يتم الالتزام بها ولا وثيقة طبقت، فقط يريد يذهبون باتجاه التشكيل. إذن تعتقد أنه لا تعويل على أي مبادرة أحسن في هذه الفترة؟ أحسن. طيب دكتور طالب، ممكن إذا كانت هناك مبادرة ما بين الأطراف الكردية لحل قضية الخلاف على رئاسة الجمهورية ممكن أن يكون حل لهذه الأزمة بشكل عام؟ يعني أولا طرف مهم بالمشكلة هو التيار الصدري، وأنا أعتقد أنه الأحزاب الكردية حل الموضوع، وصلوا إلى حل ما إلى حدود قريبة جدا، يعني تقريبا الموضوع انحل، لكنه هل تستطيع أنه تشكل حكومة وأنت هناك ضلع مهم غائب عن المعادلة السياسية؟ هذا سؤال مهم. أعتقد في نهاية الأمر أنه إحنا أمام شهر أخير، هذا الشهر اللي أتكلم به هو آخر شهر يمكن أن أقول فرصة أخيرة للكتل السياسية على أن تلملم أوراقها. بعد هذا الشهر ستجد أن مساحة الشارع ستتسع وستتعقد أكثر، وبالتالي يفترض أن يكون هناك زمن مميز ونتسابق مع هذا الزمن في سبيل إنهاء هذا الملف أو الذهاب إلى عقد جلسة سريعة وإمضاء بتشكيل كل الاستحقاقات الدستورية. سؤال أخير لكم سيد ديار، السيد بافل طلباني متواجد منذ مدة في بغداد ويقود أيضا حراك مستمر لتقريب وجهات نظر وإكمال استحقاقات دستورية، لكن أكو إمكاني أن تلتقي الجهود طلباني مع جهود بارزاني لرسم خارطة الطريق لحل الأزمة؟ طبعا وجود السيد بافل طالباني عن قرب من الأحداث السياسية دليل على اهتمامه بالوضع والخروج من عنق الزجاجة ومن هذا الانسداد السياسي. بدون شك البيت الكردي منذ تأسيس الحكومة الجديدة عفوا تغيير النظام وإلى الآن كان البيت الكردي يعني حلا للمشاكل وجزءا من الحل، وكان كاريزما الله يرحمه السيد مام جلال حاضرا في هذه الاتفاقات، ولكن الحقيقة يعني كل الحكومات التي سبقت كانت هناك خلافات، ولكن كانت هناك أطراف قريبة تحل هذه الخلافات، منها خارجية ومنها يعود إلى كاريزما لشخصيات سياسية ودينية موجودة في المشهد السياسي العراقي. يعني أمثال السيد مام جلال وكاريزماته الله يرحمه ومرجعية المباركة كانت أيضا كاريزما موجودة، ولكن للأسف الآن أغلقت هذه الأبواب أمام هذه الحلول. فالآن أي مبادرة يعني حقيقة نحن نرحب بهذه المبادرات ونتمنى أن
يكون مبادرة طيب. من أقليم كردستان عامة، ويأتون بورقة واحدة ويكونوا مصدرا لحل والخروج من هذه الانسداد السياسي طيب. الموجود طيب. في الساحة السياسية. الحل العراقية. يعتمد أيضا بجزء كبير على القوى الكردية، نعم أو لا سيد ديار؟ أكو توافق كردي كردي حاليا على رئاسة الجمهورية، نعم أو لا؟ والله الانطباع كل المعطيات تشير إلى ذلك، من المحتمل إن شاء الله أن نصل إلى هذا الحل، ولكن الأزمة الحقيقية داخل البيت الشيعي. أنا أعتقد قد اقتربوا من أن يأتوا بورقة واحدة. الشكر جزيل لكم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد ديار أقراوي، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب، والشكر لكم المحلل السياسي الدكتور محمد الفندي، كنت ضيفا كريما. شكرا لكم دكتور محمد، وشكر لكم الباحث والأكاديمي الدكتور طالب محمد كريم، كنت ضيفا كريما. والشكر موصول أيضا لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.